إطار، داير، كفر، كوشوك، دولاب، كاوتش، سميه مثل ما بدك بأي لهجة. لولا الأخوين ميشلن واختراعهم للإطارات المنفوخة بالهواء عام 1895 كنا لحد الآن عم نستخدم الأحسنة والجمال في تنقلاتنا. طيب هالإطار من شو مصنوع وكيف يصنع وشو أهم المواد الداخلة في تصنيعه؟ السلام عليكم. مثل ما بتعرفوا أنه هدف موقع عرب جي تي الأول والأساسي هو نشر ثقافة السيارات بعالمنا العربي، إجا في بالنا فكرة برنامج جديد بخص الإطارات، بما أنه الإطارات تعتبر أحد أهم الأجزاء الاستهلاكية بالسيارات، وشفنا أنه في نقص بالمعلومات بعالمنا العربي بموضوع الإطارات، والاهتمام شركة ميشلن بنفس الموضوع حبت تدعمنا بهالبرنامج من ناحية توفير إطارات، توفير حلبات، توفير سيارات، وكل شيء محتاجه في هالبرنامج. على كل حال خلينا ندخل الآن في الجد ونجاوب على الأسئلة المهمة ونعرف شو قصة الإطار وكيف يصنع. المطاط هو الأساس في هذا الاختراع. كلنا بنعرف إنه الإسباني كريستوفر كولومبوس هو مكتشف الأمريكيتين، وأثناء تجوله في جزيرة هايتي عام 1493 شاف بعض الأطفال بيلعبوا كرة غريبة ولها ردة فعل على الأرض بعد قذفها. هالكرة كانت مصنوعة من المطاط، بس كولومبوس ما عرف هالمادة لأن المطاط كان موجود فقط بأمريكا الجنوبية بذلك الوقت. عام 1521 جماعة من المستكشفين الإسبان اللي هم جماعة كولومبوس راحوا المكسيك وشافوا المواطنين هناك يستخدموا مادة مرنة مستخرجة من إحدى النباتات وكانوا بسموها كاو أوتشو اللي بتعني شجرة الدموع باللغة المحلية، وسبب هالتسمية لأنهم كانوا بيقشروا الطبقة الخارجية من الشجرة عشان يخرج منها مادة المطاط اللي كانوا يسموها لبن نباتي. ومن اللهجة المحلية المكسيكية إجا المصطلح المعروف حاليا كاوشو. كانت حكومات أمريكا الجنوبية تسعى لتشديد الرقابة عشان ما تطلع نباتات المطاط من بلادهم لأنهم كانوا بيعتبروها ثروة وطنية. بس عام 1873 استطاع رجل إنجليزي من تهريب 2000 بذرة من هالنبات من البرازيل لإنجلترا، وبعدين أرسلوها للهند وماليزيا وسيلان والعديد من الدول ذات المناخ المناسب لأنه النبات بيحتاج لحرارة عالية جداً عشان ينمو، ومن هون انتشر المطاط حول العالم. شركة ميشلن تستخدم أكثر من 200 مادة لتأهيل المطاط لاستخدامه في الإطارات، وبتراعي أنه هالمواد تكون على قدر عالي من الجودة لإعطاء أعلى أداء مطلوب. وهالمئتين مادة بينقسموا لأربعة أقسام. أولاً اللدائن إلاستومرز، وجميعها مواد طبيعية تعطي مرونة كبيرة ويتم استخدامها في القشرة الخارجية للإطار. ثانياً الحشوة أو ما يسمى الفيلرز، ومهمتها تدعيم وتقوية الإطار، ومن أهم العناصر المستخدمة فيها الكربون الأسود والسيليكا. ثالثاً الملدنات بلاستيسايزر، عبارة عن مواد زيتية سائلة وظيفتها تعزيز المرونة وتقليل الهشاشة وزيادة الصلابة. رابعاً المضافات أديتفز، جميعها مواد كيميائية بيتم طبخها بظروف معينة مما يؤدي لتحولها لمواد جديدة متماسكة. عملية صنع الإطار بالشكل النهائي. في الماضي كانت الإطارات تحتوي على أنبوب هواء وغطاء خارجي بشكل منفصل اللي هو التيوب، بس كانت مشكلتها إنها ضعيفة وبتبنشر بسهولة. أجت ميشلن بعام 1955 وابتكرت نظام الإطار بدون أنبوب تيوبلس اللي بتم استخدامه لحد الآن. السؤال الآن كيف بتم تركيب هالإطار؟ الطبقة الأولى وهي الأنبوب الحاجز للهواء مع الجنب، يعني هي البديلة عن بالون الهواء القديم. الطبقة الثانية وهي بتدعم الطبقة الأولى وبتقويها. بعدين بتم وضع سلكين من الفولاذ بشكل منفصل على جوانب الإطار ووظيفتهما تقوية تماسك الإطار مع الجنب. بعدين بتم وضع قطعتين منفصلتين من خليط المطاط في منتصف الإطار للدعم والتقوية، ثم يتم وضع قطعتين على الجوانب لنفس الغرض. أما الطبقة الثالثة وهي تعتبر جوانب الإطار الظاهرة من الخارج. الطبقة الرابعة وهي عبارة عن أسلاك من الحديد بزاوية ميل معينة. نجي للطبقة الخامسة، أيضا مكونة من الأسلاك الحديدية بس بزاوية ميل معاكسة للطبقة اللي قبلها لتزيد من التماسك والقوة والتحمل. الطبقة السادسة وهي تعتبر الغطاء الخارجي للإطار. ما تفكر أن العملية انتهت، لا، لأن الإطار لسه لزج وليس بالجودة والصلابة المطلوبة وما وصل للشكل النهائي المفروض يوصل له أصلا. وبالتالي بيتم أخذ هالإطار ووضعه في فرن خاص، وبيتم ضغط الإطار من الداخل بالماء بالإضافة لضغط حراري خارجي لمدة 15 دقيقة لتفاعل المعادن فيما بينها ليحصل الإطار على النقشة الخارجية المطلوبة والصلابة المطلوبة. طبعاً بالنهاية ممكن تختلف عدد الطبقات حسب الغرض من الإطار ولأي سيارة أصلاً أو مركبة يصنع. بالحلقة القادمة إن شاء الله رح نتكلم عن أنواع الإطارات والاختلاف بينها والرموز المنقوشة عليها. شكرا على خير، السلام عليكم.